أهم عناصر نجاح المشروع هم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هاب، واللي أشرفوا وأنتجوا برنامج الدوم. وطبعاً بنرحب دلوقتي بالأستاذ محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس شركة ميديا هاب. يعني حضرتك تابعت معانا وعشت معانا ومع المواهب من أول يوم لحد دلوقتي، تقييمك إيه لكل المواهب اللي حضرتك شفتها؟ أولاً مساء الخير عليكم جميعاً. يعني طبعاً النهاردة يوم احتفالي أكتر، يعني يوم أعتقد إن إحنا بنعيشه، يعني قعدنا شهرين مستنيينه، وقعدنا يمكن 6 شهور قبل الشهرين دول بنشتغل عليه. طبعا أنا في الأول بس أحب أشكر معالي الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه للبرنامج، معالي الوزيرة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها الكبير للبرنامج. الفكرة اللي احنا بنفتخر بيه كلنا إن البرنامج ده برنامج مصري 100%. طبعا لجنة التحكيم اللي احنا كانت موجودة ومشرفانا على مدار الـ4 مراحل كان فيها، ودي كانت من الفورمات اللي احنا يعني استحدثناها، واعتقد انها مش موجودة في اي برنامج في العالم، ان عادة البرامج الفورمات بتبقى لجنة تحكيم واحدة طول البرنامج، ولجنة التحكيم كانت مختلفة علشان ده العدل. ففي الاخر بالعكس هما كل المتسابقين قدموا موهبتهم قدام 4 لجان، لجان تحكيم في منتهى القوة. واي برنامج من هذا النوع بيبتدي ب 16 متسابق، احنا ابتدينا ب 218 متسابق من كل محافظات مصر. فالحقيقه كان دي صعوبه البرنامج والتحدي الكبير اللي كان قدامنا. الفائزين النهارده هيحصل دعم ليهم، يعني بالنسبه لفئه التمثيل الفائزين هيبقى هيتم التعاقد معاهم على مسلسلات وافلام من انتاج الشركه المتحده. في فئة الغناء إن شاء الله هينتج لهم أغاني جديدة وهنقدمه في كذا فعالية إحنا بنوضب لها دلوقتي. بالنسبة لفئة التقديم، يعني إلا هيفوزوا النهاردة إن شاء الله، يعني بكرة الصبح هيكون إن شاء الله موجود في نشرة الأخبار في قناة إكسترا نيوز. الحاجة التانية أنا بعتذر، معلش أنا مش هطير عليكم، بس بعتذر لكل موهبة موجودة في مصر إحنا ما قدرناش نوصل لها. يعني مصر مليانة مواهب، طبعا الشركة المتحدة وكل الناس اللي اشتغلت على البرنامج في الكواليس فخورين بال 218 متسابق اللي هم ابتدوا معانا، وطبعا ال 20,000 اللي احنا شفناهم، انما اكيد مصر ما فيهاش 20,000 موهبة، مصر اكيد فيها ملايين. فاحنا هنجتهد، يعني اوعدكم ان احنا هنجتهد اكتر ان احنا نوصل لاكتر عدد من الموهوبين. احنا بندعم ال 218 موهبة كلهم، بنوعدكم بدعم أكتر، ويعني أتمنى الموسم اللي جاي يكون موسم إن شاء الله، بنوعدكم بموسم قوي جدا. وزي ما كنت لكم بتقولوا، زي ما دي الحقيقة، مصر فعلا ولادة. شكرا، شكرا جزيلا الأستاذ محمد السعدي.